هنقرا من عدد كام يا رب نشوف. افسس، رساله بولس الرسول لاهل افسس الاصحاح الثاني. هنقرا من عدد 11 لغايه اخر الاصحاح، بس هندرسها تكون من بعد 18 يعني. نقرا القرايه بتاعتنا، انا اقرا فيرس عربيك وانتوا تقروا فيرس انجلش. لذلك اذكروا انكم انتم الامم قبلا في الجسد المدعوين غرلة من المدعو ختانا مصنوعا باليد في الجسد. ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح. أي العداوة مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض، لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما. فجاء وبشركم بسلام أنتم البعيدين والقريبين. فلستم إذن بعد غرباء ونزلا، بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله. الذي فيه كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب. آمين. شكرا للرب. يا رب نشكرك لأجل هذه الكلمات المكتوبة في كتابك المقدس، اللي هو الكتاب المقدس الوحيد اللي جلالك أرسلته إلى العالم، مش غيره. كل ما عدا يا رب كتب غير مقدسة، كتب علمية، كتب خرافية، كتب تسلية. الكتاب المقدس الوحيد هو كتابك المقدس. نرجو أن تعطينا نعمة في التفسير والتفهم والطاعة لصوتك، ولاسمك كل المجد. آمين. ربنا أعلن لبولس هذا الإعلان اللي ما حدش قدر يقبله غير بولس الحقيقة، مع أن بولس كان مفروض آخر واحد يقبله، لكن اللي حصل هو أول واحد قبله ونادى به، وهو أن الأمم شركاء في الميراث. ف يعني من ضمن الميزات الموهوبة لبولس، أو قبل كده شاول الطرسوسي، أنه ممكن يتغير تفكيره عكس تمام تفكيره الأول في لحظة، بس يكون في دليل قوي على كده ويتغير خالص. دي مش موجودة عند كتير قوي من البشر، يمكن عند غالبية البشر ما يقدرش يتحول التحول ده. فبولس كان يعني يتجنن لما يشوف أممي في حوش الهيكل، يا يشيط، يعني ده مكان العبادة. هم الهيكل بيدخلوا الكهنة بس، الناس يدخلوا، اليهود بيدخلوا الدار الداخلية. طبعا لو دخل واحد غير يهودي ده بولس يجنن. دار خارجية معلش يدخلوها، دي ممكن لهم يعني يدخلوها، لكن دار داخلية لا.
فكم وكم الأمم يبقوا شركاء في المسيح اللي هو خاص بإسرائيل، المسيح المنتظر ده منتظر من مين؟ من الأمة الإسرائيلية. نسبه يرجع إلى إيه؟ إلى يعقوب اللي هو إسرائيل، وبعدين إسحاق، وبعدين إبراهيم، وبعدين كذا واحد كده يقول لنا الكتاب قبل إبراهيم إلى إلى الله. يا الله هو الابن واصلين ببعض. فإزاي هو يعني استنار فكره؟ دي نعمة إلهية خاصة من الله مش ممكن تكون طبيعية في الإنسان إطلاقا، يعني نعمة إلهية خاصة من فوق خلى يستنير فكره ويكون منادي بهذا التعليم بكل قوته، لدرجة إن الجماعة اللي في اليهود الشعب مش الخدام، الشعب اليهودي كان تعبان منه، عشان كده لما راح هناك يزور اليهود عشان يعمل تقديمات وبرضه يعني يشارك في الخدمة. هو رسالته كانت هذا إناء مختار لي، سأريك من بغي أن أتألم لأجل اسمي وأمام أمم وملوك وبني إسرائيل. بني إسرائيل من ضمن خدمة بولس في قرار الإله لتعينه، فكان لازم يروح هناك. لما راح هناك قالوا له ده الإخوة شياطين منك، مش معنى شياطين، قالوا له يعني الإخوة يسمعوا إنك أنت جيت فهيراقبوك لأنهم سامعين إنك أنت ما بتحترمش التقاليد بتاعتنا. هي فعلا هو فعلا ما بيحترمهاش لأن الله لغاها. المسيح هو على الأرض كل شوية أبطلتم وصية الله بسبب تقاليدكم، هم متمسكين بيها مش قادرين يفلتوا منها. فيروح الطهر في كمان من الحمام، حاجات عجيبه جدا. اروح هو ربنا ارشده كده عشان يعظ العظه المشهوره بتاعته في الهيكل، وعظه في الهيكل هناك الدرجات بتاعت الهيكل، وكانوا هيفتكوا بيه ويقتلوه ويبهدلوه. ازاي بيتكلم عن الامم؟ هم ايه اخر كلمه قالها بولس في وعظته اللي هي بعديها؟ لم يحتملوا كلمة. لما ربنا قال له هلم أرسلك إلى الأمم بعيدا، يبقى ربنا ده مجنون. لا ده ربنا هو عايز كده، مش فاهمين حاجة خالص. فربنا خص هذا الإنسان عشان يكون رسول الأمم ويبين الحق الكتابي مظبوط. ده فكر الله ومن العهد القديم وموجود في العهد القديم ومن دعوة الرب لإبراهيم في نسلك تتبارك اليهود، لا تتبارك في نسلك جميع قبائل الأمم. خلاص إيه ده مفهومة؟ إزاي ما فهموهاش؟ مش عايزين يفهموا هم بس الجنس المختار. فهنا بولس بيتكلم عن السر ده بكل طلاقة بكل اقتناع بكل قوة بكل فاعلية أثناء مكانه لغاية وقتها. لما بيكتب الكلام ده كانوا بيتختنوا اليهود في اورشليم عشان يبقوا مسيحيين، ما ينفعش يبقى مسيحي غير لما يتختن. ليه؟ ليه؟ ده سلطان التقليد، سلطان رهيب جدا، لانه التقليد عملوه ناس وعملوه يناسب الجسد. خلاص بقى ايه الناس تعودت عليه، بدات تحود على تحود على واحد على حاجه ما يقدرش يسيبها حتى لو تغضب ربنا وغلط برضه يمشي فيها. ربنا يرحمنا ويرحم اللي ماشيين ورا التقليد الايام دي. فبيقول انه اراده الله، هناخد حته من الحته اللي فاتت وندخل بقى على دراستنا النهارده، انه يجمع الاثنين مع بعض في المسيح. وايه اللي يجمعهم؟ مصالحه الاثنين مع بعض بدم المسيح. هل اليهود اخطاوا ضد الله ولا ما اخطاوش؟ اخطاوا. هل الام اخطاوا ولا ما اخطاوش؟ اخطاوا. طب ايه العلاج؟ مش العلاج الذي يفعلها يحيى بها، لأن ما حصلش، ما حدش في اليهود حي لأنه عمل الأعمال ولا موسى. يبقى العلاج إيه؟ العلاج بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان. ده مقدم للكل مش بس اليهود. ولما صدر القرار الإلهي اللي في إشاعة 49 إن قليل أن تكون لي لرد محفوظ إسرائيل أرسلك لجميع الأمم، قرار إلهي إن المسيح لكل الأمم، بس ما فهموش كلام ده، ما يفهموش، لأن كل واحد فاكر المسيح بتاعنا ده بس، ده بتاعنا بس. ليه؟
ما انت الاخر ما عملتش عدل، الجميع زاغوا وفسدوا معا الى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، ما قبلتوش ده انتوا صلبتوه، وصار الصليب هذا انما مادة الخلاص، الدم يسوع المسيح مادة الخلاص، والصليب هو موضوع الخلاص، وصال الصليب هو الفخر الذي يفتخر به المسيح، انه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. المسيح من اجل السرور مبسوط قوي بالصليب، وتفتخر به الكنيسة ان المسيح احبنا كل هذا الحب. المسيح دي مش الكنيسة دي، مش المسيح مش اليهود بس، لا من كل الامم، من كل الامم، من كل القبائل، من كل الشعوب، لكن يحبوا انا بس انا بس انا بس شو انا بس كده. ولغايه دلوقتي انا ارثوذكسي، كنيستنا ارثوذكسيه، ما فيش حاجه في السماء اسمها كنيستنا الارثوذكسيه خالص. كنيستنا الكاثوليكيه ما فيش حاجه اسمها كده، كنيستنا الانجليه ما فيش حاجه اسمها كده. امال ايه؟ الكنيسه عروس المسيح. انت عروسه ولا مش عروسه؟ لو مش مهم مش تبقى عروسه، حتى لو كنت سلمت جسدك حتى يحترق مش هتنتفع حاجة. زي ما واحد مسكين قوي الحقيقة، غلبان قوي، صديقي جدا يعني، وبعد ما دعاني الخدمة، هو من طائفة مش من طائفة تانية، من طائفة التخليدية، لا من الطائفة الإنجليزية، بس طائفة ايه هيلمان قوي كده يعني، طايرة في الهواء. فبعد ما وعصت هناك، فانا قلت اوز عليه، انا عارف انه ليه اختلفت معي تماما في الرأي، ما عرفش دعاني ليه، فقلت اوز عليه، قلت اوز عن العروسة اكيد ما فيش اختلاف فيها دي، فطلع في اكبر اختلاف. فبعد ما وعظت، بعد الوعظه بقى طبعا الراجل ايه ده، ايه اللي بيعلم التعليم الغلط ده، الفكر نفسه من العروسه، وقام قال الكلام ده صراحه، ما تاخذوش الاخ هو فكر نفسه من العروسه، هو مش من العروسه. ايه العروسه دي يا عم؟ اللي هم بيتنططوا زينه فوق الكراسي، دول هم العروسه، بس هم ثمان تنفار. بقى المسيح مات وصلب عشان السبعه ثمانيه دول، كل واحد بيشد بتفكير وناس تمشي وراه وربنا يرحم. فهنا بولس بيقول انه الفكره كلها يجمع العالم كله، المخلصين، اي المخلصين مش العالم نفسه، لان هكذا حب الله العالم، لانه حمل خطايا كل البشر، لان اي واحد في العالم عايز يخلص يجد خطايا مغفوره، ليجمع المؤمنين من العالم كله في جسد المسيح. هؤلاء يكونوا كنيسة المسيح. بس ده الخبر السار المفرح، لا في لا شعب غير شعب، ولا لا في ذكر غير أنثى. بولس قال لا ذكر ولا أنثى، لا بربري لا سكيسي لا يهودي لا أممي، كله في المسيح واحد، كل واحد واخد له حتة في المسيح، هو ده مركزه في جسد المسيح. بيكمل بقى الفكر هنا، فبيقول لأنه هو سلامنا، دي لسه ما دخلهاش النهارده، انا بنتكلم بس نفكر بعض بالمره اللي فاتت، الخميس اللي فات، لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا. الاثنين واحدا يعني ايه؟ يعني الاثنين واحد. يعني مثلا واحد قسيس بيجوز اثنين، يكون من وصاياه ما تضربوش بعض، ما تتخانقوش مع بعض، ما تشتموش بعض، كده تبقوا حلوين. دي الجوازه دي ايه خير؟ مش مسيحيه، ادي جوازه اسلاميه صح، ممكن تنفع لأن كيدهن عظيم. فلا يا جماعة، اعملوا زي محمد محذركم، ما تبقوش تمكدوش لستات للرجال، بس يبقى دي جوازة إسلامية. لأن دلوقتي وحدة الطائف بتقول ما نشتمش بعض، ودي وحدة الطائف في المسيح، نسيب كل واحد يعمل اللي عايزه من كل طائف ما نجدعه بيه، هي دي وحدة عروسة بعريس. وما ليه وحدة العروسة بعريس؟ تكون الكنيسة كلها والعريس واحد بس. لا ما نقدرش على كده، امال التقليد دي فين؟ براحتكم، لكن دي مش تعريف عن الكنيسة خالص، دي على الكنيسة الإسلامية ممكن،
لكن الكنيسة الحقيقية ما هياش إيه الاختلاف المتنوع. الكلام كده غريب جدا، مكتوب هنا إيه؟ جعل الاثنين واحدة. من الاثنين دول يا بولس؟ اليهود والأمم. واحد في مين؟ واحد في المسيح. هي عايز تفسير. جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط، الحيطة اللي كانت بينهم شالها المسيح. ايه الحيطة دي؟ اعمل كده اعمل كده اعمل كده لليهود، والتانيين ما لهمش تعليمات. اليهود ما عملوش، بقوا زي التانيين، خلاص شيلها بقى. يبقى بالإيمان كل من يؤمن بالابن من أي دولة من أي دين من أي جنسية يخلص. كل من يؤمن بالابن له حياة أبدية. في تمييز على اليهودي؟ لا، ما فيش. أي العداوة اللي هو نقض حائط السياج المتوسط، أي العداوة مبطلا بجسده، لأنه هو مات ناموس الوصايا. ما فيش ناموس، لا. وأغلب التقليد عبارة عن وصايا، ما تتناولش إلا لو عملت كذا. والغريب أن كل الوصايا ضد الكتاب، ما أعرفش بيفهموا إزاي دي، ما أعرفش. المسيح أكل وتناول، قام عن العشاء غسل رجلين، وبعدين هو بيتعشى قدم المائدة. التقليد أوعى تتناول قبل ما تأكل، ليه؟ هي عكس بعكس يعني، خناقة. للأسف أنا مش مندهش جدا من الناس اللي بتتصور نفسها صاحبة سلطان وهيصة كده كبيرة قوي، والسلطان ده مش مذكور عنه حتة في الكتاب. نقض حائط السياج المتوسط، أي العداوة، مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فراغ، لكي يخلق الاثنين اليهود والمسيحيين، مش المسيحيين والمسيحيين، لا، ده الاثنين اليهود والمسيحيين، لكي يخلق الاثنين في نفسه انسانا واحدا. مين الانسان الواحد ده؟ الكنيسة. انسان واحد، مش مختلف ومتنوع ونقبل افكار الاخر. هو ايه ده؟ ما كل الفكر في الانجيل، نطيع الانجيل بس، بس مش مطلوب اكثر من كده. نؤمن ثم نتقدس. نتقدس ازاي؟ بطاعة كلمة الله، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. الموضوع خلص، مش عايز فتوى، مش عايز سؤال كل شوية اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه. كل شيء مكتوب في الانجيل. لكي يخلق الاثنين في نفسه انسانا واحدا جديدا، يعني اللي ما يتجددش وما يشعرش انه جديد يبقى ما يتجددش، هو ذا الكل قد صار جديدا. ده اختبار بولس الرسول. هي مش اي واحد قال لك يا رب يدخل ملكوت السماوات، المسيح قال لا، ليس كل من يقول لي يا رب يا رب ادخل ملكوت السماوات، ولا اي واحد يدي الفقير يدخل ملكوت، ما فيش ايه تقول كده. الدخول لملكوت السماوات هذه الحياه الابديه، ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح اللي ارسلته ويؤمنوا بك. بس خلاص، يؤمن بالابن صار ابن لله، خليقة جديدة. ويصالح الاثنين، شوف بولس مصر على ايه، والطوائف مصر على شطب كل كلام بولس وغير بولس وبطرس، كله 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 اشطب 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 ليه؟ عشان يبقى لنا احنا مكان، وما احنا نروح فين نضيع. ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب. ليه؟ لأن الصليب كفر عن إثمك وطهرت خطيتك، لأن يسوع حملها، فصار التصالح مع الله بالصليب، ما ينفعش غير كده. ويصالح الاثنين في جسد واحد، أي يبقى في الكنيسة، ما فيهاش أمم اليهودي خالص دلوقتي، مع الله بالصليب، قاتلا العداوة به. ايه العداوة دي؟ العداوة اللي بين الأمم اليهود، ما هو ما فيش عداوة بين الله والناس. الله بيحب البشر، لكن العداوة بين الأمم اليهود، والعداوة بين الناس والله. انتوا بتعادوا ربنا ليه؟ أكتر من اللي عملوا؟ هي حبكم مات لقلبي. صح، يبقى نعادي ليه صحيح؟ كنا مجانين زمان طبعا. العداوة بين البشر وبعض، أو بين البشر والله،
الله ملوش عدو من البشر. في ناس بترفض يروح جهنم، هيختار سكتها، لكن الله لا يشاء أن يهلك أحد، مش إرادته كده، هم اختاروا طريقهم عكس إرادة ربنا. قاتلا العداوة به، يعني ما فيش أي واحد يعادي حد تاني خالص دلوقتي. العداوة غلط، بتعادي ليه؟ مكتوب في الإنجيل عادوا أعداؤكم، مكتوب كده ولا مكتوب تاني؟ أحبوا أعداءكم، أحبوا أعداءكم. كلمة زمان قالها جمال عبد الناصر والناس سقفت، كان بلايين بتسقف، أو ملايين، لا لسه مصر ما وصلتش بلايين، ملايين بتسقف. إيه هي دي؟ لما قالها يا سلام، نحن نعادي من يعادينا ونسالم من يسالمنا، إحنا أقوياء، نضرب اللي ضربنا ونسلم عليه يسلم علينا. ده مش في الإنجيل الكلام ده، إنجيل أحبوا أعداءكم باركوا لعينيكم. يبقى أنا مع أعادي الناس إزاي؟ إيه اللي يقول لي عادي الناس؟ مفيش. قاتلا العداوة به، الصليب قتل العداوة، يعني ده شرير أنا بقتله بضربه. طب ما أنت شرير أخ، تدور الصليب كنت تبقى إيه؟ شرير. طب قدم له رسالة الصليب عشان يخلص. بس الصليب مين بار قدام الصليب؟ ولا حد، الجميع زاغوا وفسدوا معا وعوزهم مجد الله. فقاتلا العداوة به، ما فيش أي منطق إن أي شخص يعادي آخر. كم وكم يعادي أخوه اللي في الكنيسة؟ ده إيه ده؟ المؤمن عضو للمؤمن في الجسد، يعني ممكن يكون واحد هنا أبعد حاجة عنه مثلا الصباع الصغير، دول بيعادوا بعض، بيشتغلوا سوا، لولا الإيد مش هيتغسل الصباع الصغير ده، مش هيتقص الظفر بتاعه. ففي سلام في الجسد، في وحدة في الجسد، في إنسان واحد، جسد واحد، أنتم الكثيرين خبز واحد، جسد واحد. فجاء وبشركم بسلام أنتم البعيدين والقريبين. طبعا بولس أصل هو اللي بدأ يبشرهم بالسلام، هو رسول الأمة، وطبعا القريبين بشروا من أنبياء كتار، وفي 11 رسول في أورشليم بشروهم، كنيسة اليهود، كنيسة أورشليم. فجاء المسيح جاء وبشركم بسلام أنتم البعيدين والقريبين، لأن به بالمسيح لنا كلينا يهود وأمم قدوما، قدوما يعني اقتراب، يعني بنتقدم لربنا قدوما في روح واحد إلى الآب. إذا كان الروح واحد، أما نقول التنوع في الروح والتنوع في الأفعال والتنوع في الأفكار، يعني إيه؟ الروح واحد ده فيه خدمات متنوعة، صح، الروح واحد لكن فيه أعمال كتير، فيه مواهب كتير، لكن مش كل واحد طايفة يقول لنا روح واحد، روح واحد يعني. يعني الخلاص بالإيمان ولا الأعمال؟ مكتوب في الإنجيل صراحة، ليس من أعمالي لكي لا يفتخر أحد. طب احنا لو قلنا كده يبقى خلاص مفيش لازمة للكنيسة بقى، يقول واحد يوم من نفسه خلاص. طب انت مالك انت يا كنيسة؟ قالك شجعه بس، هو الإيمان لازم يروح لك؟ وانا عندي زيت الميرون، ما فيش إيمان غير بزيت الميرون. هو جبت من فين زيت الميرون؟ كلمة مش موجودة في الكتاب خالص خالص، كلمة ميرون دي مش موجودة خالص إلا في الطقس الأرثوذكس، ما أعرفش الكاثوليك يسموها إيه. كل ده لازم يتشال عشان الإنسان يبقى بيتعبد بنقاء بقداسة. ما نحطش كتب تاني زي المورمون وزي الشاهودية، ما كل دول الإنجيل بيعترفوا بيه بس عندهم كتب تاني، غلط. الإنجيل وحده، لأن به لنا كلانا قدوما في روح واحد إلى الآب. إلى الآب، إيه ده؟ إيه العز ده؟ إيه العز ده؟ دي المسيحية الحقيقية. اللي كان شفيعي القديس فلان،
فاكر يروح السماء بالقديس فلان، واحتمال القديس فلان ناس مش في السماء كمان، ما اعرفش في السماء ولا لا، لان السماء مش بالوظيفه. القديس اللي يتكلموا عنه كنازي اللي هو متعين منهم هم قديس، سالوا ده فلان ده قديس ليه؟ ما اعرفش، مش وصف، مش تعيين الهي، تعيين من بشر. ومن قال ان شفاعه قديس ليك مهما كان تنفع؟ لانه يوجد وسيط واحد وشفيع واحد بين الله والناس. مين؟ اللي خلصك، اللي مسح دمك وخطاياك، ده ابني، ده ابني. كل من يؤمن به له حياه ابديه، بس مش يؤمن بقديس. لا انا بقى مسيح بس عشان وصيتي للمسيح ده لازم قديس فلوس. طيب هات لي واحد في الكتاب المقدس في العهد الجديد امن بالمسيح بواسطه، صلى له قال له بواسطه واحد من ضمن الناس ماتوا عندك بواسطه بقى فلان. دانيال كان قديس، فتيه الثلاثه كانوا قديسين. سمعنا واحد في العهد القديم بشفاعه الفتيه الثلاثه خدنا عندك، خد بشفاعه دانيال النبي. العذراء ايام ما استفانوس بيترجم كانت في السماء، كانت سافرت. قال لا بشفاعتك يا عذراء خليه ما ترجمش. يا اخوي الانجيل ممسوح. وعايزين في التقاليد، في التقاليد، في الافكار، في التاليفات، في التاليفات، ومبسوطين بيها عشان تاليفات كبيره قوي. وانا راجع النهارده من الجيم جه خطر بالي لقب اشتهر به احد القديسين اللي توفى، اول ما توفى سموه مثلث الرحمات. طيب ايه مثلث الرحمات بالضبط يعني؟ اول ايه مثلث دي؟ مثلث يعني كده ولا ثلاثه؟ وايه الرحمات؟ يعني هو رحم مثلث ولا هو عنده يمنح رحمه مثلث؟ وفين الكلمة دي في الإنجيل؟ مش موجودة. جابوهم فين؟ ما أعرفش. إيه ده كله ده؟ إيه كل ده؟ كلمة الله هي الكلمة الوحيدة الموحى بها من الله، غير كده ولا كلمة موحى بها من الله. لأن كل الكتاب، إيه كل الكتاب اللي هو ده بس؟ موحى به من الله. ونافع للتوبيخ والتأديب والتقويم في كل عمل صالح. اللي عايز يعبد ربنا مظبوط يتعبد في الكتاب المقدس. مش معنى كده الانجيلين كلهم لا لا، ده ياما يعني في تقليدات داخليه تبعد الانسان عن عن الله خالص. في سلوكيات رهيبه في الانجيلين، في افتراضات عجيبه ضد كلمه الله تماما. حكايه مش طايفه، الحكايه شخص، هل قلبه لربنا بس ولا قلبه لحاجات تاني؟ قلبه لربنا بس الانسان هيوصل، قلبه لحاجات تاني مش هتوصل خالص ولا هتشوف السماء. لان بتاخد الانجيل سلم عشان توصل اللي انت عايزه، تعلم اللي انت عايزه. هنا الوحده الحقيقيه التي هي الكنيسه، كنيسه المسيح. فجاء وبشركم بسلام انتم البعيدين والقريبين، لان به لنا كلينا أمم يهود قدوما نتقدم في روح واحد اللي هو روح القدس إلى الآب. الروح القدس هو اللي بيجمع الكنيسة إلى الآب. الروح القدس طايفته إيه؟ اللي كان حاضر معنا اجتماع السيدات في بنت لذيذة قوي اسمها مين أمها إيمان فاكرة؟ ها؟ عبير. آه سألت سؤال، قالت هو المسيح أرثوذكسي ولا كاثوليك ولا إنجيلي؟ أنا قلت لها برافو عليك السؤال ده، اسألي أي واحد كده من الجماعة الكبار دول. الأول بقى المسيح ينتسب للطائفة. الفكر البسيط بتاع العيال كده، أصل دي غير دي غير دي، هو المسيح فين طيب من دول؟ المسيح هو الله، وكل دول لازم يتبعوه، وإن ما تبعهوش مش واصلين السماء، مش واصلين. تبقى مفاجأة بس ليهم لما يوصلوش السماء. أنا مش بتكلم عن طائفة، بتكلم عن كل من لم يتبع كلمة الله بالتدقيق. لو اتبع المسيح وآمن هيخلص، بس
الحيناله بقى المراكز يعني يمتدحهم الرب فوق هم اللي سلكوا بالتدقيق حسب كلمة الله. شوفوا أنا الآية دي كررتها ثلاثة مرات دلوقتي ومش قادر أشبع منها، لأن به بالمسيح لنا كلينا، إحنا الاثنين يا أم يهود، قدوما نقرب في روح واحد روح القدس إلى الآب. يا سلام على المزاج بالآية دي، أنت بتكتب إزاي يا بولس؟ ده وحي مقدس من فوق، أنا مش بكتب من نفسي. الوحدة المسيحية، الوحدة الحقيقية. فلستم إذن، بعد نتقدم بقى لآخر الأصحاح إن شاء الله نخلصه النهاردة أصحاح 2، فلستم إذن بعد غرباء، ما أنتش غريب يا أفسس، مش أمن؟ أنت دخلت في الجسد. في رومي يقول لهم دخلت في أصل الزيتونة ودسمها، أصل المسيح نفسه، لأنك مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة سبق الله فعدها لكي نسلك فيها. فلستم إذن بعد غرباء، أنت مش غريب خالص، مش غرباء. ونزلا يعني زي الإيه اللي سكن في بيت مأجره لساعة، لا ده أنت صاحب البيت، أن أبوك صاحب البيت، أنت بتاخد مواهب من الله زي غيرك، وليك رسالة من الله، وليك أعمال صالحة من الله زي كل المؤمنين، مفيش فارق بين يهودي اللي هم طبعا أصل الكنيسة، لك الكنيسة الأم، إيه الكنيسة الأم دي؟ ليه الأم؟ عشان من قديما، من قديم الزمان. طب ما هي اتخانقت مع الكنيسة الثانية الأم برضو، وده ودى لجهنم وده ودى لجهنم، هي دي حاجة سيرة حلوة؟ مين الكنيسة الأم؟ في الكتاب المقدس مكتوبة أمنا جميعا أورشليم السماوية، بس ناخد الألقاب كده ورشها على الناس وخلاص. فلستم إذن بعد غرباء ونزلا بالرعية مع القديسين وأهل بيت الله. كل دي كنيسة واحدة اسمهم إيه؟ القديسين. أنت يا أمم بيت رعية مع القديسين، مين رأيكم؟ الرب راعية فلا يعوزني شيء، قال داود. المسيح هو الراعي، كلنا راعية. مين الراعية دول؟ يقول لك أعرف خاصتي وخاصتي تعرفني. لما عرفوا المسيح والمسيح عرفوا، اللي بينهم المسيح علاقة شخصية وثيقة بينه وبين المسيح. فلستم إذن بعد غرباء ونزلا بالراعية مع القديسين وأهل بيت الله مبنيين. إيه البنا بتاعنا؟ يعني هنا في أساس وفي بنا. أساس مكتوب عنه ليس أساس قد وضع إلا يسوع المسيح، بس الأساس المؤسس في إشعياء 28 افتكر، الأساس المؤسس الرب يسوع. طب خلاص عرفنا دي، وهو حجر الزاوية. يعني حجر الزاوية يعني هو اللي بيبنينا فوق. الحجر الزاوية اللي هو يطلع كده والبناء كله يطلع معاه، يعملوا الحجارة دي قد الحجر الزاوية، الحجارة الناحية دي قد حجر الزاوية، يبقى دي قد دي قد بعض كله، ويطلع البناء كله مركبا واحد. ده اللي بيحكيه هنا بولس، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء. مين الرسل والأنبياء دول؟ الروح القدس بيرسل الأنبياء كمعلمين، لكن الرسل هم 12 محفوظين. أما رسل المسيح الاثنى عشر فهم فلان وفلان 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 مذكورين بالاسم. الأنبياء في منهم اللي كتب الكتاب ومش رسول، يعتبر نبي لأنه ربنا استخدمه في كتابة الكتاب المقدس، نبي مميز كمان. في أنبياء في العهد الجديد، دول اللي هم المعلمين اللي هم بيفسر الكتاب المقدس بالروح القدس، الروح القدس من فوق يقول له فيفسر الكتاب، ده نبي. الروح القدس بيرسل انبياء ومعلمين، لكن ما فيش كتاب تاني غير الكتاب المقدس، ما فيش كتاب تاني. ازاي تجاسروا يحطوا كتب تانية مع الكتاب المقدس وفاكرين نفسهم ابرار؟ ازاي؟ مبنيين على أساس الرسل كتبوا لنا الكتاب المقدس واشترك معهم بعض الأنبياء. الأنبياء مثلا زي مرقس، مرقس نبي مش رسول،
زي يعقوب أخو الرب، كتب لنا رسالة يعقوب نبي مش رسول، زي يهوذا أخو الرب، زي أخواته ولاد خالته هما الاثنين، يعقوب ويهوذا دول أخوات ولاد خالة الرب، ده نبي آمن بعد القيامة، ما كانش حتى آمن قبل القيامة، الاثنين دول آمنوا بعد القيامة، أخواته لم يكونوا يؤمنون به، دول اللي كتبوا الكتاب. طبعا أنبياء العهد القديم كتبوا الكتاب مش رسل، دول أنبياء العهد القديم. وبعد كده في أنبياء في العهد الجديد اللي هم بيفسروا الكتاب بالروح القدس، مش يبقى ماشيين ضد الكتاب ويقول لك أنا نبي، نبي إيه يا عم؟ ما تنفعش نبي، أنت ماشي ضد الكتاب. مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. عشان كده أول ما لحد يسمع أي رسالة يظبطها على الإنجيل، الإنجيل بيقول صح تبقى الرسالة صح، الإنجيل بيقول غلط يبقى الرسالة غلط خالص. سمعت واحد أنا كنيسة حضروا له ألوف، معرفش مشهور قوي يعني، وبيعلم تعليم أنا معرفش جاوبه من فين، لكن التعليم ده بيبسط الناس قوي. ايه التعليم ده؟ ان الاصل الوحيد والسبب الوحيد للمرض هو الخطيه، وان اي مرض يبقى اصله الخطيه، لذلك هذا المرض يؤدي الى الموت. هو بيحكي حكايه ابوه، ابوه كان عنده سرطان وبعدين مات، وهو كان واعظ وقتها كان بيشفي الناس، فازاي ابوك مات وانت بتشفي الناس؟ فكان بيفصل ده الاختبار اللي بيحكيه على المنبر، ولوف حضر ولوف ما عارفش كم ألف، كتير قوي مش قليل يعني. فبيقول وأنا اتحيرت، صحيح إزاي أبويا يموت وأنا بشفي الألوف أو بشفي الناس الكثيرة دي؟ فقال ومض في ذهني الفكر، لقطها قلتها، الناس طبعا متحليل قوي هيقول ده، قال أن أبويا كان بيدخن فهو اختار طريق التدخين، التدخين يجيب السرطان، وربنا ملوش دعوه بابويا انه اختار الفكره دي. طب ما كانش اللايف حتى اللي خلاه ما كنتش هدخل معاه، ادخل معاه وليه ده في الوف يقطعوني يعني. قلت له طب تيموساوس كان عيان عنده امراض كتير، ده كان خطير من تيموساوس؟ طب وليه بولس قال له خد علاج اشرب قليلا من الخمر؟ قال لي أمراضك وأسقامك الكثيرة. إيه ده؟ واحد من معاون بولس الرسول قارب الموت، مرض لغاية لما وصل للموت، لكن ربنا شفاه علشان لا يكون لحزن الحزن. يعني هو لما مرض كان خاطي؟ لا ما كانش خاطي. المرض من ضمن الأمور التلقائية في العالم لأن دخلت الخطية، وبالخطية الموت زي الموت بالظبط. طب هو لما ما يكونش لما المرض خطية يبقى طب يبقى إذا الإنسان ما يموتش أحسن. فكرة جميلة جدا، ما تقول الحكاية دي وخلصنا، قول إذا لا موت على المؤمنين ولا مرض على المؤمنين، فكرة يعني بمنتهى الغرابة يعني. لكن فكرة لذيذة تتقال. أي تعليم يتقال مش مبني على كلام المسيح، على تعليم المسيح، على الكتاب المقدس، يسوع المسيح نفسه حجر الزاوية الذي فيه كل البناء مركبا معا. الكنيسة مركبة معا، مركبة معا، مش الكنيسة عبارة عن هم قالوا وقتها قالوا ثمان طائف، ما عارفش الثمان طائف الرئيسية دي في الحديث اللي قالوا احنا ايه يعني مشاركة لكن ما نقدرش نتحد، لكن مشاركة إيجابية، كلمة كده يعني بتاعت سوق يعني ما عرفش معناها إيه. الكنيسة كان واحد، الكنيسة جسد واحد، الكنيسة جسد المسيح، جسد المسيح. هنا بيقول إيه؟ الذي فيه كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب. هذه الكنيسة اللي موصوفة في الكتاب المقدس، توصفوها انتم بنظامكم براحتكم، لكن غلط، مش الكنيسة.
الكنيسة هي المؤمنين في كل الطوائف دي، بس غير المؤمنين كله هالك، كل الطوائف هي مؤمنين، دي هي الكنيسة. اللي من جوه يبقى متأكد انه خالص وعارف مين اللي خالص حتى لما شم ريحته من بعيد من الطوائف التانية. يعني ما هيش تعليم معين يخلص، لا، هي عبارة عن محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. انسكبت المحبة دي خلاص الإنسان ابن لله، حتى لو كان أصله وثني أي حاجة. الذي فيه كل البناء، هو يسوع المسيح نفسه حجر الزاوية، الذي فيه كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب. الذي فيه، شفتوا بقى يختمها، يختم لنا بولس الأصحاح إيه؟ الذي فيه، يعني في المسيح. أنتم أيضا يا أمم مبنيون معا، أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح. ده إيه العظمة دي؟ تقول لي كنيسة شرقية وغربية وأجنبية، إيه الكلام الفارغ ده؟ الكنيسة جسد المسيح، جسد واحد بيبنى بكلمة الله، ملوش إلا كتاب مقدس واحد، ملوش إلا معلم واحد، ملوش إلا رب واحد، ملوش إلا رأس واحد، هو المسيح. غير كده يبقى التعليم خدعة شيطانية للبشر عشان يفتت الكنيسة. لا أنا رأيي كذا، لا أنا رأيي كذا، يبقى أنا ما صليش معاك، يلا نقسم. كمان أنا رأي كذا، اسم تاني، كمان رأي كذا، بقت شطف كنيسة كده، معرفش بيقولوا 8 طائفة رئيسية، معرفش طائفة فرعية تبقى إيه. أي طائفة من الكبار دول تنقسم جواها يمكن لحاجة معرفش 6 10 12 15، السريان مش عارف الأرثوذكس، ده عارف إيه الأرثوذكس، وده برضه الأرثوذكس، وكل واحد ليه علم غير التاني، وهكذا الكاثوليك، كل واحد، والإنجليين نفس الحكاية، للطبع غير التاني. إيه الجنان ده؟ هل انقسم المسيح؟ بولس ما في كورنثوس، هل انقسم المسيح؟ مالكم عاملين كده ليه؟ كل واحد يصلي في حته، دي مش مشكله. كانت في كنيسه غلاطيا، في كنيسه كورنثوس، في كنيسه افسوس، ووقت يعني الكنيسه الاورشليم كانت في الكنيسه بتاعت انطاكيا بيسيديه، مش مشكله خالص، في نصلي في اي مكان، لكن روح واحد، إله واحد، مسيح واحد، رب واحد، مش كل واحد بنظامه. الرب ينور الأذهان قبل ما يجي ياخدنا، وتفاجأ الجماعة الكبار دول اللي ألفوا الكنائس إن هم كانوا مذنبين جدا للشعب. تعبتكم معايا، ربنا يبارككم. نشكر الرب. تفضل يا ودي، تعالى حبيبي.